إنصار الجسم يكون على بال هان وريجي وين تهيوم. ولكن نشكر كلهم اللي دين التعاون ولا كلهم إخضار ولا إكزار ولا إدمو الفاكيت. ولكن نشكر السلطة المحلية ولا الجمعية المجتمع المدني ولا وزارة الصحة الأمن الدرك الملكي كل يانس اسمن سلسل تاني تنمير تنون اللي غدير نعتبيد ما يلغي جحول المقارنة تكونت المجتمع الوطني هنا من جماعة مولى عبدة بالسوق الأسبوعي لجماعة مولى عبدة ضرورة ارتداء الكمامات التعقيم والتباعد الجسماني بين المكونات وبين كما عشتم معنا منذ يعني صبيحة هذا اليوم الحملة التحسيسية من أجل وباء الوباء كورونا المستجد. هذه الحملة تأتي بعد مشاورات عدة من جمعيات المجتمع المدني بجماعة مولاي عبد الله التي يعني منذ صبيحة اليوم كانت في المستوى. هذه الحملة اللي تم كذلك التوزيع من خلالها كمامات والتعقيم على جميع الشرائح اللي كيجوا للسوق سواء المواطنين سواء الباعة المتجولين سواء الخضارة القزارة إلى غير ذلك. هذه الحملة اللي هي ماشي الحملة الأولى منذ يعني بداية هذا الوباء الكورونا إلا أننا كنا في المستوى كنا في تطلعات ديال ما تفرض عليه وما تملي علينا الدولة من خلال الإجراءات الاحترازية الوقائية للحفاظ على أو من أجل تجنب هذا الوباء الخطير. الحمد لله كنشوف أن أنا شخصيا أنها نجحت بالحمد لله وقدرنا أننا نتواصلوا مع عامة الناس ومع الناس ديال السوق وقدرنا أننا نوصلوا لهم الفكرة وفهمناهم المشكل اللي كاين في البلاد وهذا الوباء والخطر ديالو وكيفاش خاصهم يتعاملوا معاه وخاصهم يديروا الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم والحمد لله كانت النتيجة إيجابية والناس تفاعلوا معنا بزاف وأنا جد فرحانة بزاف لأنني شاركت في هذا العمل التحسيسي. غيكلين نتيني هي التمازير هي الدرناع اللي زدغنين على المنطقة يا دولة جديدة كلوت أتحتار من تباعد إلين عيلي أتيلي المسافة غراتسن أدوري جديان سيان ديان باش كون السلطة تقن ديدنا يا المجهود يقوتن غيكلين ديدنا تقن السلطة المجهود يقوتن يخصح تنكني أن ديس نقات نعاون باش أدور ندر أكرا المرض اللي قوتن اللي دران غنشكا غير كلين تشكر السلطه المحليه ولا وزاره الداخليه ولا وزاره الصحه ولا السلطه الاقليميه كلوت على سنتيني سميت نون اشكون تقام من ديدنا هي توكوت باش هادو يتعدى حتى ينصل مرضى كوفيد 19 اشكون المرضى دي شقى باهره غير كلين كان كله مد حتى نتني سني سي المرضى سني سي شقى حتى الدوله تقايات الغرامه اللي كان ماليه صدي سيد والف وانا نوريكين الكمامة رايفرو صدي سيد والف غير كلا سنتيني كنيت قاتها في كورس وانا نوريكين الكمامة رايف قاتها في كورس ملا دي سوري شقي الحال هاتي ورات طبق الدولة القانونات باش تستلف ريال غير كلي شقى الحال يخصها حتى نكني انك فوس غفوس باش نحيد نحارب المرضى اللي شقان. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.